كما استقبلت محافظة بيت لحم في احتفال حاشد شعلة النور المقدس، حيث بدأ الاحتفال الذي شارك به حشد كبير من المؤمنين بمسيرة تقدمتها المجموعات الكشفية التي جابت شوارع بيت لحم القديمة حاملين الشعلة بفرح وسرور، وهم يرددون الأهازيج والأغاني حتى وصولهم إلى ساحة كنيسة المهد. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ونتهلل به كباقي المحافظات والمدن والدول والقارات، الأردن ولبنان والعراق وأمريكا وأستراليا وجميع العالم. تم استقبال شعلة النور في العالم أجمع، شعلة النور من القبر المقدس من كنيسة القيامة في القدس. فاستقبلت مدينة بيت لحم شعلة النور المقدس في شوارع وأزقة بيت لحم القديمة بحضور المتروبوليت فينيدكتوس الوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس وحشد من الكهنة واللواء كامل حميد محافظ المدينة ورئيس بلدية بيت لحم الأستاذ حنا حننية وممثلي المؤسسات والمجموعات الكشفية وشباب كنيسة المهد وآلاف المؤمنين حاملين الشموع المضيئة وبرائحة البخور على امتداد المسيرة الفصحية، متوجهين لكنيسة المهد مهللين المسيح قام حقا قام. وبالزغاريت والرقص والزفة الفصحية كان الاستقبال الرائع. تخلل الاستقبال أغاني وتراتيل وتوزيع هدايا لأطفال المدينة ومهرجين وبأجواء رائعة. كما شارك الاستقبال ككل عام حشد كبير من الحجاج من مصر وصعيد مصر، مما زاد الشعور بالفرح الفصحي. ومشاركة فنانين رتلوا وغنوا وأضافوا الفرح لأجواء العيد. مدينة بيت لحم دائما رسالتها رسالة سلام، رسالة محبة، وفي هذا اليوم، اليوم الثالث بعد صلب المسيح، نجتمع هنا أهالي مدينة بيت لحم وزوار المدينة من أنحاء العالم لنحتفل سويا بنور المسيح الذي يخرج من كنيسة القيامة وصولا هنا لمدينة بيت لحم ليحتفل الجميع بهذا النور وإدخاله إلى كنيسة المهد. فبذلك نقول للجميع كل عام وأنتم بألف خير والمسيح قام حقا قام. طبعا رسالتنا في هاليوم المقدس فش النور من قبر الخلاص اللي هي رسالة محبة، رسالة سلام. هذه هي الرسالة فعليا اللي مات المسيح علشانها لحتى يخلصنا من الخطية. رسالتنا لكل العالم يضلوا يحبوا بعض لحتى يعم السلام والمحبة وتنتشر لكل العالم. هاي الرسالة الحقيقية النابعة من قبر الخلاص. كل عام والجميع بألف خير، فصح مجيد، مسيح قام حقا قام. ها هي ساحة المهد تستقبل شعلة النور المقدس لتدخل الكنيسة وتضاء أروقة الكنيسة بالنور وبمرافقة التراتيل الفصحية. فالمجد لقيامتك المقدسة يا رب، فلقد قام يسوع من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام حقا قام. لنرسات مارلين الحدوى من ساحة كنيسة المهد بيت لحم.